شاق الفريقان والكرة اللبنانية على موعد بعد لحظات قليلة مع الإثارة والندية والحماس، ونتمنى أن تنضم إليهم المتعة لنسعد بلقاء كروي خاص بين الفريق النبيزي والفريق الأخضر في مباراة خارج السرب بكل المقاييس، مباراة خارج السرب لا تعترف بالمنطق. ضربة ركنية تامة اتعملت وزياد وما بيلحقش، لكن بياخد على طول ايرول وبيعلق وفيها خطورة وممكن موسى. لا 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 يا حلاوتك يا حلاوتك يا حلاوتك يا جمالك يا موسى حكيك، لعيب يا ابني كبير 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 كبير، قد ما تقول كبير قول، الراجل واخد الكرة فريستايل والله حلوة حلوة في توقيت قاتل. وافرح يا جمهور النجمة، افرح يا جمهور النجمة، أكتر من 40 دقيقة محطوط تحت ضغط عصبي هذا الجمهور بينتظر لحظة الفرج اللي جت في الدقيقة 45 على قدم الذهبي موسى حكيك، يتعادل النجمة والأنصار 1-1. الله على المتعة، الله على الجمال، الله على الحلاوة من الفريقين ومن الجمهورين لغاية دلوقتي، من الفريقين ومن اهي تدرس يا سلام، وخبطة في الارض عاملة باندا في الارض ورايحة فين؟ في الزاوية 90 اقصى الزاوية اليسرى، لا يسأل عنها زياد الصمد بأي حال من الاحوال، لا يسأل عنها زياد الصمد.